للحديث عن تفاصيل أوفى في هذا الملف ينضم إلي من العاصمة اللبنانية بيروت العميد الركن نضال زهوي، هو الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد أهلا بك وكل التحية. يعني الحديث عن أنه هناك انتظار للرد الإيراني ورد حزب الله على اغتيال يعني طبعا هنية في البداية وأيضا شكر وربما أيضا لعمليات أخرى في وقت تصر فيه إسرائيل على التصعيد على أنها يعني تضرب نقاطا وأهدافا في الجنوب اللبناني، هل إسرائيل تريد أن تتأكد أن الجانب الآخر سوف يرد؟ كيف تقيم الوضع على الأقل؟ يعني كان من الممكن أن تصمت إسرائيل أو أن تهدئ من عملياتها في هذه الآونة في الجنوب اللبناني. تحية إليك مرة أخرى. كل التحية لك ولمشاهديك سيدي العزيز. يجب أن نفصل في البداية ما بين المعارك القائمة في الجنوب اللبناني مع الاحتلال الإسرائيلي عن مسار الرد على الخرق الأمني الكبير الذي حصل في الضاحية الجنوبية وكذلك الخرق الأمني الكبير الذي حصل في طهران. هذا مسار آخر. اليوم هي نمط اشتباكات عادية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، هي نمط يعني أكثر وأكبر توتيرة من السابق، ولكن لا تدخل في سياق الرد. هي عمليات نعم يستهدف حزب الله، يستهدف العديد من النقاط الاستراتيجية والأساسية والهامة في الجانب الإسرائيلي، وكذلك الجيش الاحتلال يعني يقوم باستهداف بعض النقاط والمراكز التي يحتمل أن يكون بها مجموعات من المقاومة الإسلامية في لبنان، لأن يعني لا يوجد أصلا مراكز ثابتة لحزب الله في الجنوب، وهذا معروف لدى كافة الأطراف، ولكن يعني احتمالية وجود هذه المجموعات داخل الأراضي اللبنانية يعني تعرضها للقصف أو للضرب ويتم الرد عليها. فهذا السياق بدأ منذ 8 أكتوبر إلى اليوم هو نفس السياق الطبيعي للعمليات العسكرية على الحدود اللبنانية. أما سياق الرد فهو مختلف تماما، وكنت أشرت في سؤالك سيدي الكريم أن الاستهداف هو لأحد قيادي حزب الله في الضاحية الجنوبية، واستهداف السيد إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس في طهران. الأهم من هذين العنوانين هو استهداف الضاحية الجنوبية واختراق أمن طهران. يعني المسألة أصبحت بالأهداف والموجبات الرد القائمة لدى حزب الله ولدى اليمن ولدى الإيراني هي أهداف استراتيجية لا تدخل في سياق شخصيات ما مهما كانت أهمية هذه الشخصيات. عندما تستهدف طهران أخي الكريم يعني بعد ذلك إذا لم يكن هناك رد حقيقي وفاعل وقوي ومؤثر على الجانب الإسرائيلي سيكون اليوم التالي هو ضرب منشآت نووية ربما، وباستهداف أحد قيادي حزب الله في مبنى واحد في الضاحية الجنوبية وتدميره على رؤوس سكانه من المدنيين. معنى ذلك أن في المرحلة الثانية ممكن أن تدمر الضاحية لأجل هدف آخر. يعني لن تترك الأمور حتى تصبح المسألة في هذه النقاط في هذه المراكز الأساسية الاستراتيجية لحزب الله وللإيراني ولليمني كما حصل في غزة. يعني عند الاستهداف شخصية واحدة في غزة ممكن أن تدمر عدة مباني وعدة وينتهك فيها كافة القوانين الإنسانية وقوانين الحرب ويرتكب فيها جرائم حرب ولا يتحرك ساكنا في كافة مسارات التفاوض وكافة مسارات الأمريكية. من اليوم كما نشاهد هي عملت الإدارة الأمريكية على مد جسور كاملة من الدبلوماسيين في كافة الأقطار العربية حتى في بيروت للتخفيف من حدة التوتر. لما هذا التحرك؟ لماذا لم يتحرك الأمريكي بالأمس عندما حصلت مجزرة الدرج؟ يعني مجزرة الدرج بالأهمية الإنسانية وبالأهمية الأخلاقية هي أهم بكثير من عملية رد عسكرية على مراكز عسكرية
قد يعني صرح حزب الله فيها او صرحت ايران فيها. لماذا يتحرك على فقط لحماية امن اسرائيل؟ هذا التحرك بمجمله فقط لحماية امن اسرائيل وتامين هذا الامن. طيب السبب اتفضل. عندما تيقن الامريكي ان الرد هو رد قاسي ورادع وذات يعني سيؤثر على 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 كيانية العدو، يعني كيانية الدولة العبرية، تدخل وذهب إلى أقصى الحدود في مسألة التفاوض وأصبح يراهن على كلمة من هنا وكلمة من هناك من أجل التخفيف من الضغط على الكيان الإسرائيلي. نعم، نحن اليوم في واقع يعني المأزوم فيها هو فقط الأمن الإسرائيلي، المأزوم فيها هو فقط الكيان الإسرائيلي. مهما سمعت أخي الكريم من تهديدات ومن أننا يعني اليوم وافقنا على خطط عملياتية وكذا، ما هذا، وهناك تصريحات أخرى لجالنت تختلف بكليتها عن ما صرح به رئيس طيب الأركان. المقصد سيد نضال، يعني انت تقول انه المأزوم فقط هو الكيان الاسرائيلي، وهو بطبيعه طبعا هو مأزوم، طبعا هو متورط، لكن في النهايه يعني التوعد الايراني وتوعد حزب الله وهذه الخطابات القويه، وانت تقول انه الولايات المتحده حينما علمت ان الرد سوف يكون عنيفا ومزلزلا وقويا، لكن حتى الشارع العربي او الشارع المسلم او الراي العام في اي مكان اصبح يعني مع طول المده بدا يسخر على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني من انه ايران سوف ترد ردا هيكليا وانها يعني نقول ثم سوف نلقي قنبله ونقلع شجره ولن، يعني في النهايه هناك عدم تيقن. اعتقد انه يعني الاطراف الاخرى ايضا مأزومه، الكل مأزوم، المنطقه الحقيقه كلها يقع عليه نفس الأزمة، يعني كيف ترى ذلك؟ نعم، أريد أن أنوه في مسألة حصلت في نيسان عندما كان الرد الإيراني على استهداف السفارة الإيرانية في دمشق. من على منبركم الكريم، من على شاشتكم الكريمة، كانت صواريخ إيرانية تخرج من طهران ومن الجنوب الإيراني ومن الغرب الإيراني ومن الشرق الإيراني، وكنت قد يعني أظهرت وفسرت القيمة وفسرت من الناحية التقنية ماذا ستفعل الطائرات المسيرة، كيف ستستنزف القبة الحديدية، وكيف ستصل الصواريخ الإيرانية، وحصل ذلك. وفي تلك الحلقة كان هناك تشويش كبير على هذه المفاهيم وعلى هذه الطريقة، وأنوه أن الرد الإيراني قد تأخر 15 يوم في تلك الحقبة. اليوم المسألة لم تعد هي مسألة فقط رد إيراني، يعني كما اعتدنا بكافة مراحل الاستراتيجيات الإيرانية السابقة. اليوم خرجت إيران من مرحلة الصبر الاستراتيجي، اليوم إيران هي خرجت إلى مرحلة القتال وبالبناء الاستراتيجي. هذه المسألة يعني تجعل إيران عليها مسؤوليات كبرى وضخمة تجاه المنشآت الخاصة بها، تجعل إيران مسؤولة يعني أكثر عن حماية بعض منشآتها النووية، بعض منشآتها النفطية كما سرب لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعملية الرد على الرد. كذلك هناك الكثير من النقاط الحيوية والحساسة والهامة، ونحن بالمراقبة في الأسبوعين السابقين هناك العديد من المناورات العسكرية التي قامت بها القوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني في إيران لحماية مناطقها قبل الرد على يعني بتفصيل آخر، مسألة الرد الإيراني هو مسألة مهمة جدا على المخطط الإيراني، عليه أن يحمي مصالحه أيضا. وهناك مسائل تقنية عديدة يجب تجهيزها، هذه التجهيزات وهذا التجهيز وهذه القدرات التي يجب على الإيراني إيجادها في كافة المناطق الإيرانية، يعني ذلك أنها ستتأخر. بالإضافة إلى التخطيط، هناك ثلاث دول ستشارك في هذه العملية، لبنان واليمن وإيران. التخطيط التفصيلي بين ثلاثة جيوش
ليس كالتخطيط التفصيلي بين او التنسيق التفصيلي بين جيش متآلف ومتجانس فيما بينهم. يعني المسألة الوقت هي مسألة تقنية فقط. الأساس في هذه العملية أن الإمام السيد علي الخامنئي هو مرشد الثورة الإيرانية في إيران، هو القائد على القوات المسلحة، قد اتخذ قرارا واضحا وصريحا ولن يقبل أحد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يغير من فكرة الرد الإيراني. هذا قرار من أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم هناك الكثير من السخرية وبعض تهزيل هذا الرد بوسائل الإعلام وبوسائل التواصل الاجتماعي، منها أخي الكريم موجود يعني من تخرج من ضمن مكاتب الإعلام والتأثير في السفارات الأمريكية في العالم، ومنها هي أيضا موجودة في الشارع العربي. يعني أنا من الأشخاص الذين عملوا هذه الدورة مع القوات الأمريكية، أنا تدربت مع القوات الأمريكية على الإعلام والتأثير في المناطق التي سيكون فيها عمليات عسكرية. الجيل الرابع نعم من الحروب يعني هذا نعم نعم. أشكرك سيد نضال، عفوا يعني هو وقتنا انتهى، لكن يعني أعتقد أنه الجميع يعني حتى الأمريكان في انتظار لهذا الرد القوي. أنت ترى أنه سيكون هناك رد قوي، هذا توقعك، هذا السيناريو المرسوم للمنطقة، نخشى طبعا من توسع الحرب أن تكون هناك حربا حقيقية في المنطقة قد تأتي على أخضر ويابس كثيرا في مناطق شاسعة، لكن يعني ربنا يسلم، أنت من الذين يرون ذلك. أشكرك سيد نضال، سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي.